السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله جل وعلا واعلموا ان تقوى الله اساس السعاده في الدنيا والاخره. اما بعد ان الله جل وعلا امتن على عباده بمنه عظيمه ونعمه كبيره جسيمه الا وهي انه سبحانه وتعالى أنزل عليهم القرآن الكريم وذكره الحكيم شفاء لما في الصدور وصلاحا للعباد وعزا لهم في الدنيا والآخرة يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين عباد الله، ويعظم الشأن، ويعلو المقام، عندما تكون الآية من القرآن آية آية عظمى، فُضِّلَت على آي القرآن وميزت عليه لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والتنديد ذلكم عباد الله آية الكرسي تلك الآية العظيمة الجليلة التي فخم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها وبين أنها أعظم آي القرآن شأنا وأعلاه مكانة ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأبي هذا الصحابي الجليل كان حافظا للقرآن بل قالوا في ترجمته سيد القراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اي ايه معك من كتاب الله اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابي او يا ابا المنذر اي ايه معك من كتاب الله اعظم؟ قال ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، قال: فضرب النبي عليه الصلاه والسلام بيده على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا ابا المنذر، والله ليهنك العلم يا ابا المنذر، اي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله لك ومن عليك به ليهنك العلم. وتاملوا رعاكم الله كمال فقه الصحابه رضوان الله عليهم وحسن فهمهم فها هو ابي رضي الله عنه ياتي بهذا الجواب المسدد في وقفه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختار هذه الايه من بين ما يزيد على سته الاف ايه وفي مهله ولحظات يسيرة جدا عباد الله وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبيًّا عن أعظم آية في الكتاب اختار رضي الله عنه وانتقى من القرآن آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد ولذا قال العلماء رحمهم الله إن آية الكرسي اجتمع فيها من تقرير التوحيد وبيانه وذكر دلائله وحججه وبراهينه ما لم يأتي مجتمعاً في آية أخرى في القرآن الكريم بل ما جاء مجتمعاً في آية الكرسي جاء متفرقاً في آيات عديدة ولهذا كانت اعظم ايه في القران الكريم عباد الله ولعظم مقام هذه الايه وعلو شانها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عديده الترغيب في قراءتها مرات وكرات في اليوم والليله بل جاء عنه عليه الصلاه والسلام ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليله ثمان مرات مرتين في الصباح والمساء ومرة عند النوم وخمس مرات ادبار الصلوات الخمس المكتوبه اما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما يدل على ان من قراها اذا اوى الى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح واما قراءتها في اذكار الصباح والمساء فيدل عليه ما ثبت في سنن النساء ومعجم الطبراني من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان من قراها اذا اصبح اجير من الشياطين حتى يمسي واذا قراها اذا امسى اجير من الشياطين حتى يصبح واما قراءتها ادبار الصلوات الخمس فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ايه الكرسي في دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت فهذه عباد الله ثمانية مواضع يستحب للمسلم أن يحافظ على قراءة آية الكرسي فيها في أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس المكتوبة وعندما يأوي العبد إلى فراشه لينام عباد الله وها هنا أمر عظيم لا بد من التنبيه عليه والتذكير به ألا وهو أن انتفاع العبد بهذه الآية المباركة لا بد فيه من تدبر معانيها وعقل دلالاتها، لا أن يكون حظ العبد منها مجرد القراءة للحروف دون عقل المعاني والتبصر في الدلالات، ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى: كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وهذا في عموم القرآن فكيف عباد الله باعظم ايه في القرآن شأنا وارفعها مكانه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ All praises due to Allah, we praise Him. We ask His assistance, we ask Him to forgive us. We seek refuge with Allah Subhanahu wa Ta'ala from the evils of our own selves and from the bad outcomes of our deeds. Whomever Allah guides, none can lead astray. And whomever Allah leads astray, none can guide. And I testify that there is none worthy of worship in truth except Allah Azza wa And I testify that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his slave and messenger. Servants of Allah, fear Allah Azza wa and be pious towards Allah Azza wa Jal because piety is the basis of finding happiness in this dunya and the hereafter Allah azza wajal has bestowed upon his servants a great blessing a great favor and that is that he azza wajal brought down this quran that which is a healing and a mercy to those who believe and a glory to them in this life and the after Allah azza wajal he says and we sent down from the quran that which is a healing and a mercy to those who believe. And he also says, Say it is for those who believe and guide and a guide and a healing. And he Azzawajal also says in another verse Verily this Quran guides to that which is most just and right, and gives glad tidings to the believers, servants of Allah. These verses are general about the whole Quran and it becomes of greater status if a verse is favored another and distinguished from between the other verses of the Quran the messenger sallallahu alayhi he distinguished and favored a verse from surah al-baqarah verse number 255 which is also known as ayatul kursi the kursi verse and he azza wa wajal. And he sallallahu raised its status and showed that it is the greatest verse in the whole Quran. In Sahih Muslim, it is narrated a hadith for Ubay ibn Ka'b, may Allah be pleased with him. This companion that was one of those who had memorized the Quran, he had the entire Quran in his chest. In fact, it is referred to him in his biography. As the chief of reciters He says, he says that the messenger sallallahu alaihi Came to him and asked him He said O Abul Munzir, Which verse from the, from the book of Allah From what you have with you in your memory Is the greatest He anhu He said Allah and his messenger know best so the Messenger وسلم, repeated the question. He said, Which verse from the book of Allah that you have with you is the greatest? He said, The verse of Al Kursi Allah, none has the right to be worshipped but He, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. And then he said, the messenger sallallahu struck me with his hand on my chest and said by allah you are favoured with knowledge o Abul munzir or in other words this knowledge that allah has blessed you with has been made easy for you you are favoured with knowledge and the messenger sallallahu alayhi wasallam he swore by allah azza making the knowledge that was easy for him to stress the greatness of this blessing so Ubay, he answers the question of the messenger وسلم, immediately after it was asked he did not wait a period of time where he would think about his answer rather he answered immediately after the question and this this shows us the importance of tawheed in the hearts of the companions he figured out the greatest verse of the Quran, from the choice of more than six thousand verses, and this, my brothers, shows us the importance of Tawhid in the hearts of the companions. That he picked this one verse from between six thousand verses of the Quran. That is the secret of his answer and the foundation of this matter, because Tawhid is the greatest matter discussed in the Quran and hence why what crossed his mind what crossed the mind of this companion are the verses that dealt with tawhid and so based on his understanding of the Quran and the knowledge of its meaning he realized that the greatest verse that the greatest verse that deal with tawhid is ayat al-kursi the kursi verse it is the greatest of verses that establishes the oneness of Allah azza wa and that clarifies its proofs and the scholars they say in regards of this verse what is combined in the kursi verse in terms of the proofs and meanings of tawhid is not combined in any other verse of the quran in fact what is gathered together in in ayatul kursi is mentioned only separately in other verses servants of allah it is narrated in many ahadith that the messenger sallallahu alayhi he encouraged the practice of reciting ayat al-kursi, and doing so consistently at set times in the Muslims' day and night. So making it a routine every day, eight times. Eight times. In particularly, after the five daily prayers, which came proof to the, the hadith of Abu Umamat al-Bahili in Sunan al nasai the Messenger وسلم, he said... Whoever recites the Kursi verse after each compulsory prayer has nothing to prevent him from entering paradise except for him to die first and it is also legislated to recite it every night or more particularly when a muslim goes to bed for the hadith of Abu Huraira Allah anhu in sahih al-bukhari that when you go to bed if you recite the kursi verse allah azza wa will appoint a guard for you who will stay with you, and no shaitan will come near you till the morning. Also reciting it in the morning and the evening remembrances. And the proof to that is the hadith of Ubay ibn Ka'b, that whoever recites it in the evening is protected against the shayateen until the morning. And whoever recites it in the morning is protected from them until the evening. So that is eight legislated times to recite ayat al-kursi. Five times after the five daily prayers, one time in the morning, and one time in the evening, and one time before going to bed. Servants of Allah, we must know that benefiting from this great verse is not only by reciting it and not only by uttering the words, we must understand the meaning of its words, understand the proofs of tawheed that it has in it, and contemplate the lessons it points to, and contemplate. The lessons that it points to of Tawheed, Allah Azza wa He says, Do they not then think deeply in the Quran, or are their hearts locked up from understanding? And He Azza wa also says, This is a book, the Quran, which we have sent down to you, full of blessings, that they may ponder over its verses, and that men of understanding may remember. And that is general for the whole Quran. What about the greatest verse in the Quran؟ عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وقدسه، ثم بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين يا رب العالمين، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.